سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحه جيده ان شاء الله. اذا اليوم البنات كيف كتشوفوا، واحد المستفيده جات واحد الثوب، وهاد الثوب ما غاديش يتفصل في صاله عاديه. قلت لي ما لا انني نشارك معكم هاد المعلومه وهاد الفائده، لان هاد الثوب صعيب باش يتفصل، ماشي سهل في صالته، ماشي في صاله عاديه، في صاله مغايره. واستغليت انا الفرصه انني نشاركها معكم. كيف كتشوفوا دائما حنا الثوب كنتنيوه على اثنان من جهه الحاشيه، من جهه الحاشيه كنتنيوه، ولكن الا تنينا غادي يجيو لي غيي، يعني الخطوطه غيجيو بالعرض، ومولات الثوب ما بغاتوش انه الخطوطه بالعرض، بغات الخطوطه بالطول. وحنا دائما الخطوطه ملي كيكون عندنا التواب ديال لي غيي طبعا كنبغيوهم بالطول. اذا اليوم غادي نشارك معكم الطريقه. شوفوا الطريقه، هو ماشي تنكيس، ولكن حنا غادي نفصلو بطريقه الطريقه المعاكسه. حنا ما غنقولوش تنكيس، ولكن غنفصلو بالطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه. اذا حنا دائما التواب كما كنقولوا كنديروا لهم هكا، هذا غادي يدار بحال هكا، ولكن الا درنا بحال هكا يعني بالعرض، غادي نفصلوه بالعرض. اول حاجه خاصني نشوف وهو الطول، واش الطول كافيني الا كان قميص او لا كان جلابه. الا كان قميص خاصني نشوف الطول ديالي واش كافي. حنا نورمالمون دائما كنلقاو متر وخمسين في الطول، اذا هذا متر وخمسين، واضح؟ اذا الطول عندي متر وخمسين، هذا غادي يجي جلابه اقل من متر وخمسين، الا كان قميص خاصو يجي اقل من متر وخمسين. اول ما غادي ندير، اول ما غادي ندير شنو هو؟ غادي ناخذ، نتابعوا الناس، غادي ناخذ ربع الصدر بزياده واحد سنتيم زائد الجلاد شحال بغيت فيهم، حيت هنا عندي اختيار انني ندير الجلاد شحال ما بغيت فيهم. الجلاد بغيت 40، غندير شحال عندك في الصدر؟ 28، 28 بواحد سنتيم، اذا 28 بواحد سنتيم زائد الجلاد شحال بغيتي فيهم؟ 40. 40، اذا 28 زائد 40 هي شحال؟ 108. 108، لا 68، 68، 40 زائد 28 هي 68. اذا نسمعوا البنات شنو غادي ندير. اول ما غادي ناخذ الثوب، انتبهي، اول ما غادي ناخذ الثوب غادي ناخذ 68، عفوا سمحوا لي. اذا البنات كي قلنا يعني ربع الصدر بزيادة واحد سنتيم زائد ابار الجلاب شحال بغينا، وغادي نعبرو وغادي نشوف واش عندنا الحق مازال في الجلاب ولا. اذا عندنا 28 زائد بغيتي 40 هي 68، غادي ناخد 68 هنا ونخلي واحد سنتيم ديال الامام، نخلي واحد سنتيم ديال الامام، عاد ملي غنبغي نحط غنراعي الخطوطة، راه يقدر يلقى لي الزياده، حيت ربما نلقى 68 جاتني بحال هكا مديكاليا، خاصني ضروري انني نقاد لي غيي. اذا غنعبر انا اولا نخلي واحد سنتيم ديال الخياطه ونقلب على 68، هذه هي 68، ها هي فوالا، هذه 68 هي هذه. غادي نتني الثوب، هاد 68 غنتنيها على اثنان، غنتنيها على اثنان، وغادي نشوف واش لي غيي جاوني مقادين. فوالا، واضح؟ يعني واضح البنات، نتابعوا معايا، جاو لي غيي من حص اللحظ انهم جاو مقادين. فوالا ها هي 68، خليت واحد سنتيم، ها هي 68 عندي، يعني 68 ملي غندير الداخل في الخارج غادي ياخذ الصدر ديالي هنا وغناخذ الجلال ديالي هنا، واضح؟ واضح. اذا 68، ومن حسن الحظ ان 68 شوفوا عطاتني لي غيي مقادين، ها هما مقادين، مني تنحل ها هما مقادين. اذا غادي نحط الثقاله هنا، وغنحط الثقاله هنا، وغادي نقاد باش نقاد. شتي معايا تما، اذا بالنسبه للشاشه من تما كيفاش غادي تبان لكم. اذا هنا ها هي 68 ديالي، وكنخليها واحد سنتيم،
ها هي 68 ديالي، بمعنى 68 هنايا ملي غنهبط بالتركيز هنا غادي تكون عندي 28، وملي غادي نبغي نحط الجلد ديالي ها هما 40 و1 سنتيم زايد. اذا هنا عندي الداخل في الخارج ديال الامام والخلف، اذا الامام والخلف. اذا البنات هنا هذا اللي بقى لي من هنا، هذا اللي بقى لي من هنا، انا قبل ما نتراسي وقبل ما نضرب بالمقص نخمم في الكمام ديالي والقب، الكمام والقب الا كانت جلابه، واضح؟ اذا غنتني الثوب ديالي، نتني الثوب ها هو الباقي اللي بالثوب نتنيه، ما عنديش مشكل في الكمام في لغيي، ما عنديش مشكل لان لغيي هنا ماشي ضروري، المهم تكون هاد لالين الوسطانيه هادي التلية ديالكم تكون مقادة، ما نجيبهاش هكا، يعني الخط ديالها لأن هذا مخطط فيه لغي هاد الخطوطة هادو، ملي نبغي ناخد الكم ديالي هاد الوسطاني يكون مقاد هذا، شفتو؟ لأنه هو بحال قلتو هو الساس ديال الكم ديالي، خاصو من هنا يجي مقاد، هذا ديالي يكون مقاد. إذا الكمام منين غناخدهم البنات؟ إذا قلنا هنا الداخل والخارج، هنا الكمام منين غناخدهم؟ نتابعوا معايا الكمام غادي ناخذو كم هنا، لان هذا ملي غنتنيو بحال هكا على اربعه غيعطينا تركيز صغير، هذا اللي بقى لينا غيعطينا تركيز صغير. اذا في هذه الحاله اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ كم هنا، شحال عندي في الكم؟ 60، يعني ها حنا ناخذو حتى ل 64، ونعاود ناخذ كم واحد اخر هنا، كيبان لكم البنات؟ لاحظوا، وهذا اللي بقى لي هنا هو اللي غيكون قب، واضح؟ إذا هنا القب، وهنا غناخدو كم، وهنا غناخدو كم آخر، مفهوم؟ إذا غادي نخليكم حتى نتراسيو البنات، يتراسيو البنات ويقطعوا بالمقص ونكمل معاكم لافيديو. إذا البنات كيف شفتوا معنا، حنا درنا الداخل في الخارج، هذا الخلف. شوف هذا الخلف وهذا الامام، اذا درنا الداخل في الخارج لان الخطوطه غادي نقادين بحال هاد الجهه بحال هاد الجهه، اذا هذا الامام وهذا الخلف ديالنا. هذا الطرف اللي بقى لينا اللي غادي نوضح لكم حتى هو، غادي ناخذو غادي نفصلو كم ديالنا واحد هنا، وغادي ناخذو واحد هنا لان هذا مبني غير على اثنان، ما مبنيش على اربعه، ولا نقدروا نديروا ليه بحال هكا، يعني ناخذو الكمام نعاودو نتنيو بحال هكا، وناخذو الكمام ديالنا، والباقي غيكون عندنا هو القب ديالنا. إذا البنات هذه معلومة بغيت نشاركها معكم، جات الفرصة أن المستفيدات ديال الورشة جابو هاد الثوب، وهذا قليل فين كيكون، نادرا غادي تحصلوا عليه، ولكن ضروري أنكم غادي يجي بين يديكم، قلت لمالا نشارك معكم هاد المعلومة. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى هاد المعلومه تفيدكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو وتحطوا لي تعاليق الاسئله ديالكم. شكرا لكم الاخوات.